أهلا بكم متابعي قناة محمد يوتيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتقدم لكم بأحر التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. نتابع معكم دائما أحدث الترددات والتغيرات الجديدة على القمر الصناعي النيرسات. نعرض لكم بهذا الفيديو الردود الجديد للقناة الجزائرية الرائعة المختصة للطبخ من جديد على القمر الصناعي النيرسات. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على تردد هذه القناة. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد 10919 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأس وعمودي أو حرف الفي، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا. نقوم بوضع شرط الصحة أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونبدأ البحث على هذا التردد. ظهرت 14 قناة على هذا التردد. نضغط نعم لحفظ عمليات البحث. نعرض لكم اليوم التردد الجديد لقناة زهرة تي في، قناة الجزائرية الخاصة المختصة بالطبخ، القناة الرائعة والمميزة. شاهدوها على تردد 10919 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي وعمودي وحرف الفي. شكرا المشاهدة والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.